كان اول ما شفت الحاجه ديت لما المدام جابت له كوبايه شاي وعليها شبكه عنكبوت، فبقول لها انت صبيتي الشاي ده ازاي؟ انت جايبه لي الشاي وفي شبكه عنكبوت، الشبكه دي شكلها كده هتلمنا كلنا، بس ربنا سايب ثغره فيها ان شاء الله هنخرجوا منها شويه. ورحت لوحده عشان اجيب تكربط لعلي ومحمد، لان هم كانوا طالبين مني كل شايه عايزين كوك جد بق بق كده يعني بيعملوا صوت البط يعني. فرحت في الرؤيه اقسم بالله العلي العظيم بقول للست انا عايز ده كربط، ده كان ده كربط اسمر كبير. قالت لي حاضر. فلقيت الولايه جايبه لي ديكين وفرخه مذبوحين. قلت لها انت جايبه لي المذبوحين اللي مستنيني لان انا عايزهم حالين انا بحذرك لو لقيتك واقفه معايا تاني هضربك وهبهدلك، وانت يلا خد بعضك وماشي تفطر وتمشي مش عايز اشوف وشك هنا. قال لي انت هتقطع رزق مني؟ قلت له مش هقطع رزقك بس مشي وما تجيش البيت ده تاني. جه ابني زعل مني قال لي يابا ما ينفعش كده يابا. قلت له يا حبيبي صلى على النبي. قال لي اصل صرت له دول غجر وشتمك، ما تدخلش الولد الاحول ده بيتك، ان الولد ده هيتبع عيالك، اسمع كلام ابوك. جه بعد منها لقيت الولد بعد يومين او ثلاثه بيعزي بتعزي لابني. قال لي يابا جدها قال لي لازم تعزل هو وجهان وسته. قلت له يا ابني بتسمع كلام الصحراء دول ما تسمعش كلام ابوك. طب خلي بالك انا هموت وانا غضبان عليك، اقسم بالله هموت وانا غضبان عليك، بس هقول لك يا ابني رساله عشان يبقى ايه، الله مني بلغت، الله مني شهد عليا، الله مني بريء منك، اقسم بالله العلي العظيم عيالك هيموتوا مذبوحين يا اسلام. ما صدقنيش زعقت الحاج محمد ابو غريب واشرف محمود غازي عشان يشهدوا على كلامي. جيراني اللي هم جيراني حوالين مني. جه الحاج محمد والحاج اشرف قالوا لي ايه؟ قلت لهم اه اسلام ماشي. قالوا يا اخي خليه ماشي في 60 داهيه. قلت لهم انا مش زعلان عشان هو ماشي. فانا عيطت قالوا لي انت عيط لواحد الله وصلى على النبي. قلت لهم انا زعلان عشان حلو محمد هيرجع عمر مذبوحين. ما صدقوش كلامي. قلت لهم اقسم بالله اقسم بالله هيرجع عمر مذبوحين. ما سمعوش كلامي. جيت بعديها ثالث يوم او رابع يوم قالوا لي الحق ده بنتك رحمه محمد علي والقتيل ضربينها في دماغها بإزازة وضربين على مؤامرة متهاجمين عليها في البيت وضربين رحمة. ففي بيت صوتت من جيراننا اسمها رانيا لمت الناس حشوا الأزاز من إيديها لقوا رحمة مرمية في الأرض ودمها سايح وأم أمل مضروبة ولما قالها بس من أخوها من أخو البيت والقاتل. فأنا مع بال ما جيت بلف من عند تحت الكوبري وإزاي وربنا سيدي وكيل عليا انا بقول كل كلمه ربنا امرني بيها. ولا اله الا الله سيدنا محمد ونبينا رسول الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. ايوه بتقول ايه؟ بقول لك يا اختي العليا رجعت تاني هي هي. ربنا يسامحك. ازاي سمعني؟ يعني بابا يعني بفكر ليه اتغيرت وكده، بس هي برضه مش عايزه تتغير مش عارفه ليه. ربنا يكيل نفسها. والله انا عايزه زهقنا فيها يا ماما. حتى سلام قال لها يا ماما انت وانا يعني محبوس وكده كنت انت هتموتي وكده يا ماما، وكنت يعني زعلانة عشاني وكده،
ما بتزعليش عيالي ولا مراتي دلوقتي، بقيتي في ايه يما؟ رجعتي برضو تاني يما؟ مش عارفة اعمل ايه يا ام عمر والله، ولا نعملها ايه، زهقنا والله. يعملك ايه؟ يا اخي يما كنت بكلمك من تليفون بابا، وانت قعدت تضحكي معايا وكده، وتقولي لي انا مش عارفة اقعد مع قبل شوية وكده، فهمتي فكرة اليوم ده؟ خسارة. بقى يعني تتكلم، كنت بكلمك في المطبخ وبضحك وكده معاك ومع بابا، دخلت بتقولي ايه، بتنادى عليا، كانت عايزة التليفون، تقعد تكلم بابا وايه، وتقول له يعني ايه اللي هو يبعت لها فلوس وكده، ما يجيش هنا تاني، وهي مش عايزاه. انا ما رضيتش ابدا التليفون، عشان لو قلت كده لبابا، بابا لسه طالع وفي اللي مكفيه وكده، فاهماني؟ ايه قاعدة تقول لي يعني انتي خبيثة، انتي خبيثة، انتي الحكاية والرواية، انتي انتي كانت بتقول لك ايه، وانتي خبيثة ومش خبيثة، ممكن انا خبيثة والله، ما بنقول عليكي حاجة والله العظيم ابدا، بس انتي ماما ما ينفعش دلوقتي اللي انتي بتعمليه دوت، يعني بابا لسه طالع وكده، وهيجي يزعق معاكي، ومش عايزين نشمته فينا حد وكده، ما ينفعش. راحت قالت لي ايه، رن عليه، انا عايزه اكلمه، هو انت ايه، مش عايزه اخليه، مش عايزه تخليني اكلمه ليه، لما قالت لي انت خبيثه وكده تتكلمي عليا، خدت بعضي وطلعت، زعلت، كنت واخده بعضي وماشيه والله العظيم، لان عارفه ان هي ايه، هترجع تاني وهتجر معايا، بس انا ما قلت عارف ليه. من يوميها، من يوم ما كنت في عند الاسم. هي ما صدقت بقى اصلا طالعة وكده، عايزة بقى ايه جرفة معايا مثلا، عشان انا بكلمك كده، وتقول لي ايه ما تنسيش، طب تروحي لها، طب روحي لها انت وسلام ورحمة، وباخد رحمة، وباخد رحمة كمان قاعدة معايا هناك على طول، قول رحمة، روحي لأمك يا بيت، روحي لأمك يا صايعة، روحي لأمك، أنا مش أمي. وهي والبنت رحمة بس قتلوا بعض، وكل شوية تجر، والبنت رحمة تقول لها خلاص يا ماما، والبنت تصور زهقت منها يا ماما، الحمد لله. البنت ما بس ما بتستحملش حد يتكلم على أبوها، وأنا زهقت فيها. يعني أنت عارفة لو أنا في يوم من الأيام رحت لك وكده، يا لهوي على اللي هتعملي، مش عايزة أقول لك يعني، ربنا يهدينا يا شيخ. والله ربنا يهديها لنفسها. حتى اقول لها ماما بابا جاي، امي بقى غيري، امي روحي الكوافير، اعملي كده ماما، حطي حته كحل، تقول لي النبي ابدا يا اختي، وانا اعمل لمين، ومش عارفه ايه، انا مش عايزه يجي هنا، انا عايزه يطلقني. بص يا ماما، درجه بصي اولى، درجة أولى في النكد، إسلام قالها لها، إسلام قالها لها، ما أنت نكد، أنت نكد طول عمرك الحمد لله يا رب. والله العظيم، مش عارفة عايزة إيه يا ماما، بدل ما أنت تقول لي والله. الاسلام قالها بالسلامة، ده بالدنيا بحال. لا 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 لا، ده هي اللي فيها فيه، ويعني أنا امبارح جاية جيت من كفر الدوار، وبعدين لقيت إيه أمي اللي هي ستي، يعني كنت عند الجماعة هنا في المنتجة، وبعدين واحد لقيته ايه معدي بيبيع خضار، وبيبيع الاربعة كيلو طماطم يا ماما 14 جنيه، وطماطم بصي عسل عسل، مش عايزة اقول لك سكر كده، وصغيرة، وبصي اللي هي الطماطم شروطي العريسي دي، العريسي دي عسل. وبعدين ايه، جبت لها 4 كيلو ماشي، واحنا مروحين جبت 2 كيلو فاكهة عشان خاطر ايه العيال وكده، والبنت راحت. وبعدين بتقول لي انت جبتي طماطم ليه؟ ما انا جبت طماطم، انت بتجيبي، وانا قلت لك هاتي، أنا هتخسر. بصي يعني ما انا جبت، ما كنت ما اضربيها جبت، طيبيها وحطها في الفريزر. كنا احنا اولى بال10 جنيه. قلت لها وانت اللي جايبه، وانت اللي دافعه، مش عايزاها، يا ريتني ما جبتها، كنت اديتها لستي والله.
قالت لي يا اختي خلاص حطيها على النملي، حطيها على النملي. بصي زعلت والله يا ماما، انا مش عارفه اعمل ايه والله. انا استحمل عشان خاطر العيال وبابا، قلت لهم بس وسلم والله العظيم. حسام غلبان وابوك يطلب مني بالهداوة. والله والله العظيم يا ماما، ربي هما اللي ولا احنا كنا عايزين نعيش في راحة سر، مش عايزين حد يسمع بيه. انا عايزه كده، انا عايزه كده والله والله العظيم. انا عايزه ايه وجوزي حاول كفاية اللي انا كده، سمعته ده كله. وجوزي حاول كده، بس انا مش عارفه الولية دي مالها. ما تقولي البابا طلقها ويريح. اختي الله يسهل لها، ده مات هي مكتوب لها عيش معاه، ربنا يسهل له. والله العظيم انت عارفه ربنا يريح. على محمد وهو ذبحهم ذبح ادمي مطبحين، اقسم بالله اقسم بالله مطبحين ذبح ما يرضى ربنا، وده مش قانون ولا عدل.